ما هو الاسم الاول للاعب؟ يلا بيلينج. تخيل في غلط. صح. العب العب صح. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان في النصف النهائي الاول من نهائيات كاس العرب وكلاكيت ثاني مره بين الكويت والاردن، ونرحب بصاحب الطله الجميله والخفيفه والكوميديه ممثل الاردن علي موسى. اهلا وسهلا. أخوي السلام عليكم. تفضل. والآن مع ممثل دولة الكويت الوحش البوس الأخير عبد الله أشكراني. تفضل حياك. قبل ما ندخل بالحلقة المنتظرة والنصف النهائي الأول، أتمنى من الجميع وأطلب أن نقف إجلالا واحتراما للنشيد الوطني لدولة الكويت. وطني الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السعد. وطني الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السعد. وطني الكويت، وطني الكويت، وطني الكويت سلمت للمجد. والآن مع النشيد الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية. بعد ما سمعنا النشيد الوطني للدولتين، الآن مع النصف النهائي الأول من نهاية كأس العرب للحلقة اللي هي كلاكيت ثاني مرة، الحلقة اللي كسرت كل الأرقام القياسية في القناة، الحلقة اللي دخلنا بسببها من بعد الله ثم مشاهداتكم إلى مليون مشترك. نبدأ على اليمين كالعادة ممثل الكويت عبد الله أشكناني، أهلا وسهلا. حبيبي أبو عمر، رحب فيك وكل من يشاهدنا، وعلي اخ طبعا هو مو منافس، اخ وصديق ومنور بلدك الثاني الكويت. علي احنا عملنا سيناريو مرعب، الرقم القياسي باسمنا باذن الله، هذه الحلقه لازم تحدي نكسر الرقم السابق. نكسر رقم مش تكسر راسي. نكسر رقم، رقم مشاهدات. ممثل الاردن علي موسى. انا حطول شوي بعد هالصوت. ابدا. طبعا الصوت طرب. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي سادتي انساتي، حلقة الحلقة المنتظرة، حلقة تكسير الروس للأسف، حلقة الانتقام مني إن شاء الله. كابتن عبد الله حبيبي، شوف احنا هسه على الهواء، اللي بتقوله قوله. انت برا بتقول انا بدي اخسر لانه هذا الزلمة زهقني، رايح جاي رايح جاي، وانت مش فاضي. انا فاضي. انا فاضي، بقدر اجي بقدر اروح، مساعد على التلفون تلاقيني هون، بتحدى اللي بده اياه، جيب لي سيل وانا عادي ما عندي شيء مشكله. فانت المفروض تخسر. يلا شوف شنو يطلع منك. مش شنو يطلع مني، ما في شيء بيطلع مني. انا بدي استخدم معاه اسلوب الاقناع، مش الضغط ولا الغش، لانه انا لو مع الاسئله. لا بس علي انت لابس شيرت ريال مدريد اليوم. انا هاي الفكره. ايه هاي الفكره، يعني انت لو فوزتني ايه الجمهور ما راح يعاتبك ويقول والله ليش فوزته، كانت واضحه. هون احنا بنفوز بدون ما نعرف، هيك ثلاث ابطال ورا بعض، ركنيات ركنيات، فاحنا يعني مدريد بفوز هيك. انت قلبت بس هيل، يعني قلبت الجمهور كله ضدك الله يهداك. لا 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 لا، هم عارفين هم عارفين، ف
لو اعطيتني الفوز. شنو اسم الشخصيه هذه دور ابطال الدار؟ حمدون. حمدون. انا جايك بحمدون. ايه مش ما هو انت لا تبين ان انت اعطتني اياها. هو انت ما انت فوزني اعطتني اياها بس لا تبين. يلا حاضر يعني تفهم. خلي شويه ند خلينا نفوز عليك فرق واحد. سامر انت موافق على السيناريو؟ توكل على الله. ثاني انت موافق؟ انا موافق انه تفوزني. راح افوزك من هالعين قبال الحين. صدق علي علي موسى في النهائي العب. لا ما هو ثواني ما ينفع محامي كلش سيء. انا اقتنعت يعني علي موسى في النهائي اخلص. اها لا ثواني اوكي انا باجع النهائي بس كواحد اقعد هون. نعم كنهائي ولا ثالث ورابع. ايوه لا اقعد هون توكل على الله. ما اقتنعتش ولا اقتنعت؟ احكي احكي صراحة. مقتنع مقتنع. راح تريحني من مشوار وارجع واسافر على الاقل. كابتن خليل على الاقل انا كنت بعرف انه انت بخطي وبعرف انك مشارك في البطوله وجيت ما هربتش زي غيري. كمل. يستاهل صفقه والله. المفروض تفوزني مش يستاهل صفقه. مثل غيري. ندخل بالفقره الاولى فقره ماذا تعرف. وعبد الله اشكناني السؤال عندك. اذكر اللاعبين الذين حصلوا على الحذاء الذهبي. الحذاء الذهبي يعني الهداف من عام 80 حتى الان. ميسي. ليش تبلش بسهل؟ عشان خلص هم من الاثنين. رونالدو. ليش حكيتها وانا خايف؟ فورلان. اتناصفها معاه. اذا ناصفها احسب لك اياها طبعا. حسبوها ولا؟ موجود موجود والله. ايوه مريض. سؤال صح. شكرا. الظاهره. باص. توتي. ويت. توتي صح تفضل. ليش تقول لحظة؟ علي توتي 2007. قال توتي 2007. ثلاثة اثنين واحد. فاندر شو اسمه المهاجم الهولندي؟ فان ستروي. روني. سترايك وين علي؟ ليفا. ليفاندوفسكي. مستحيل. ثلاثة واحد. ديل بيرو. ديل بيرو. سترايك تو. فان باستن. فان باستن. انا هذا قصدي عنه. والله هولندي صح؟ صح. هذا قصدي عنه. بتقدر ترجع لا لا ابو سهيل واقف زي الشمعة. الشمعة اللي شو اسمه بتطلع عليه. ايش فيك؟ هو مراقب اللجنة اليوم. هو المسؤول عدم الغش. بده يراقب في ليه؟ ثلاثة. طيب راح اخبطها خبط. اخبطها. اقول مولر. لا. ما في؟ مش توماس. جيرد مولر؟ طب توماس. توماس غلط. جيرد تبي جيرد مولر؟ غلط. ليش؟ مسكين والله حاسس زهايمر. مين طبين فيه؟ احنا قلنا من سنة 80 الان. جد؟ اي والله. سترايك 3 يعني. كنتش عارف السؤال، لو كنت عارف السؤال بس. انا لاعب مع المحنك فانا بعرف القديم. انت ضاع منك الهولندي. صح. لا النقطة الأولى تروح لعبد الله اشكناني. اذكر لاعبين في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا سجلوا ما لا يقل عن 4 أهداف، يعني 4 وفوق الموسم الماضي دوري أبطال أوروبا 4 وفوق. تفضل أول اسم. هالاند. هالاند. فينيسيوس. كريم بنزيما. زين ممكن لوتارو. لوتارو ضيع فوق الأربعة. أعطيه سترايك. شان الله. سترايك وين عبد الله؟ صلاح. غونزالو راموس. مع البرتغال موجود. سترايك 2 عبد الله. ليفاندوفسكي. انا كنت طالع من دور المجموعات. انت تركيزك كله على الدوري الايطالي كان الموسم كله. كله والله مو ببالي منو منو موجود. ثلاثة اثنين. اوسيمين يمكن. ثلاثة اثنين. باس. يلا باس. نونيز موجود. ابلع. ابلع. داروين مايونيز. يلا. مبابي. ميسي. صح ولا ميسي. ميسي ميسي اسطورة السيناريوهات بالدوري الامريكي. سجل 4. شكل الدور مو مشارك. هذاك مو موجود. عدل 2. ها 3 2. خلاص رودريجو. اي ما تاخذ شيء بالسهل. اوكي رنج. 3. ليش هيك عنيف؟ 2. 1. زيكو راح على النهائي فالا ما يكون قبل له بنتين ثلاث. زيكو صح. اوه عليك برافو. زيلنسكي. جيرو. هاي نقطة الفوز. أيوة. سلام جمعنا الفوز.
خلاص والله عيب يقول جيرو والله عيب والله عيب, عيب اصلا توترت صح هيك حسيت انه انت مش مكانك هذا لازم اغلط عيل لازم تغلط الحين اجباري اجباري مليون بالمية ثلاثة اي مين مهدي طارمي صحيح يا الله يقول مين 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 هاب ثلاثة مين كم استنى كم استنى واحد موتينج 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 تبع بالي منو هلو والله والله خلصوا خلصوا مشان الله خلصوا كم باقي باقي لحق اسماء زين اذا ما قال خلاص خلاص ما كان جوا ماريو شوت بلنتيات برافو عليك شوت بلنتيات زين منو باقي بعد ثلاثة باقي مين اخ سجلوا كثير سترايك 1 ودعنا ثلاثة اثنين واحد جوتا 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 الوسط هابي سترايك 3 والله ماني ماني انا كنت اقول ثاني بس حسيت ماني لانه دقوا في بعض وهيك فلا باير صح صح باير اي باير وانا اسف جدا على هذا السؤال استنى بس والله ما هي مسؤوليتي هي مسؤوليه المعد انا مالي شغل بس انا اقراها حالي حالك اقراها قبل الحلقه ب 10 دقائق سؤال يقول اذكر لاعبين لعبوا في نادي بورتو وبنفيكا عبر التاريخ عيد ميلادك اليوم صح؟ كان يوم اسود والله والله قاعد بحتفل فيه قاعد بحتفل وهاي بيردي ركز يا طب يقول تشيلسي هو تشيلسي علق في تشيلسي مش راضي يطلع من تشيلسي اسمع علي لا لا تسمعش كاهم بعرف عيد فيهم طلع لا 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 مو مزاد اصبر هذه مو مزاد بس هارد لك طبعا هارد لك بورتو بنفيكا قول لي اي لاعب لعب لبس قميصهم بس جو فيليكس جو ماريو مايونيز مايونيز رافا سيلفا بيبي دي ماريا كنتراو لعب لشبونة ما لعب بنفيكا سترايك وان علي بورتو انا شفته لابس ازرق رابح ماجر انزو انزو فيتور باي الحارس كويتراو كمل 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 ينصر دينك ينصر دينك يا محنك بعد تدخل من المحنك اللي خسر من ابو سرواري يوضحك امانته واساطه نسحب السترايك من علي نسحبه ونحطه عنده لا هذا المفروض كويت راو لعب في بنفيكا الحين تفضل علي دقيقه تدخل من المحنك يمديك يلا يمديك غالي وغالي تفضل رميتني في البحر تقول لي يمديك ثلاثة طب اصبر شوي يلا وال بنفيكا ثلاثة سيمين اثنين هولك لعب في الدوري البرتغالي لا بورتو بنفيكا بس ماشي يعني اساس بنعرف غيرهم احنا ثلاثة لشبونة اثنين لشبونة طلعت لاعب والسلام عليكم بعد واحد لا تنسى الباس برناند برونو 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 لا لا لعب لشبونة اي برونو شوف شوف بروحك جاوب سترايك 1 علي كارفاليو برناندو باولو فيريرا باس كوستينا كانسيلو كانسيلو مانيش سانشيز ديكو واحد ايوه استنى 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 انا لقطه 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 بس هو بيلعب ظهير ساعد صلاح سترايك 2 مكارثي فيو هرنانديز صحيح ما ادري صح لاعب فرنسي هذا وين يا ابو الحلال انا ما انا يا اخوان سترايك 3 لا استنى انت ما ترجع في الكلام ايش علي 2 1 يلا خليه يتقدم علي يستاهل السؤال اللي بعده يقول اذكر لاعبين افريقيين معتزلين اظهون يعني اظهون على الاقل افريقيين قاره كبيره اذكر لاعبين افريقيين معتزلين لعبوا في أندية التوب 6 في الدوري الإنجليزي عبد الله واعطوهم سيارات واجوا على الملعب ليه ليه يا اخوان معتزل افريقي ايه لاعب في أندية التوب 6 ايمانويل ايبوي جورج ويا جورج ويا ما شكو لاعب ميلا ولك انت شكو استنى انا ما فتش سؤال شو لا 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 رد عيد ما فتش سؤال ما أندية فتش سؤال. التوب 6 الدوري الانجليزي دوري انجليزي اوكي ايتو يلا خلاص تمشي يلا كله توري مايكل سيان بابا يارو ركبة دوبا اوكي اوكي خلاص اجاته صح اوكي اوكي فاجاتني 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 جميل حاج ضيوف ميدو حسام غالي انا عبالي بلعب بالارسنال حسام غالي ثلاثة افريقي اثنين واحد مونتاري لعب مونتاري مع تشيلسي مونتاري الانتر ولا لاعب مع تشيلسي ما في مونتاري لا توب لا سترايك 1 علي اريك جنبا جنبا منو هذا يونايتد شنو هذا جنجا جنجا اسمع رافع التيشيرت مع الدون في مانشستر بيوم واحد طال فرق حافظ يعني حافظ التقديم على اللاعب حافظ اللقطة ايه تقديم على اللاعب جنبه جنبه ثلاثة
اثنين جو واحد. هو ما اعتزل لسه بس ترى هو منتهي يعني متوفي. يعني لو معتزل احسن. والله لو معتزل احسن. رب الكعبه اقولها احسبها قول. اوباما نيانج. يا احسب تفضل. انا اسف والله منتهي. وانكو كانو. سيسي فرنسي. لا حول ولا قوه بس هو شكله يعني كان يلا تفضل سترايك 2. يا حبيبي فرنسي مو افريقي هو اسمر اوكي بس مو افريقي. ايه اسمايو بيلعب انت قصدك هذا؟ احلف لا اله الا الله. لا سيسي خلاص سيسي معناته سيسي. اذا قصدك سيسي اللي لعب نيوكاسل اذا نيوكاسل محسوب؟ لا توب 6 مو توب 6 شلون يعني؟ يا حبيبي الوعد يقول عيد ميلاد يحسب لي اياها. يلا كمل تنحسب تفضل. لورين ارسنال. لورين فرنسي؟ لا مو فرنسي. لورين ها اسم. باص 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 بسرعه. مروان الشماخ. ثلاثه. افريقي اثنين. لو يعتزل بركله والله استغفر الله. سترايك 2 تفضل. ثلاثه اثنين باص باص. خلاص ماتا. من اخوان ماتا باسباني اخوان ماتا. انا بعرف انه مصري. استغفر الله. وين ممدوح؟ ممدوح ما ادري ايش قاعد يضرب قدامك. ما فيش ضاع وفاز. سترايك 3 علي وتروح النقطه لعبد الله اشكراني. عبد الله ابي لاعبين هولنديين او برتغاليين سبقوا ان لعبوا في نادي ريال مدريد او برشلونه سواء لاعب حالي او معتزل. لا لاعبين هولندي او برتغالي لعبوا في مدريد او برشلونه. تفضل عبد الله. كريستيانو. لاعبين هولنديين و ديونغ. بيبي. كومان. ترينتي. كرويف. جواو فيليكس. ديونغ ال ثاني. اوكي خلاص كانسيلو. انا اسف برتغالي. جوميز. ترينتي. ترينتي انت هولندي. انت اللي قلته تو. قلت تو قايله توني قايل كانسيلو. لا لا يلا ترينتي. سترايك وين عبد الله؟ والله قلت والله قلت بس سترايك واحد كلنا سمعنا. تفضل سترايك واحد دق فينا. يلا يلا برتغالي لعب مع مدريد او ايش اسمه. ثلاثه اوكي. مين؟ كونترا. فاندر بارت. فاندر سار. فاندر سار. فاندي. لا لا ويت ويت مع انا اسف بس راح تاخذ سترايك. سترايك وين علي؟ شنايدر. البكت هذا البكت. تفضل. روزا. سيماو سابروزا. سيدور. ادجار ديفيدز. ديفيدز هذا بالنظارات صح؟ ايوه لاعب في برشلونه تاع رونالدينيو لاعب تاع الكاميرا. وو ايه. ثلاثة اثنين واحد سترايك تو. كلايبرت. بيبي. بيبي انذكر. سترايك 3 مين علي مين ذكره؟ وتروح على عبد الله. بس حكيت بيبي؟ انا مرتين؟ لا بيبي مرتين؟ جاي مرتين؟ والله قلت انا مرتب ثلاث اجزاء زعلان على سترايك. تو الناس تو في جيل هولندا وين هذا؟ برا بهلك اهلنا. ما ابغى افوز ما ابغى بيجي وبيطقطق علينا. بتطقطق انت الحين بس انت خليها صح. يعني انت بدك تحسم النقاط هون باذن الله ما اوفر لك نقطه. يي رايحين على المزاد احنا. يما انتهي البغى. ندخل بفقرة المزاد. يا جماعة صار؟ الو هلا عمر. مساعد انت مو قايل لي نروح نشوف الشقة؟ يلا ناطرتك ترى. ليش اذا ليش نروح؟ هاو بروح اشوف شقتي بعد بيتي. ما داعي احنا اصلا نروح. والله ما لا داعي. نزلي بتطبيق فورسيل. ما اعرف لها فورسيل. خل نروح دقيقة واحدة. طق درب وانا عندي تصوير. ما لا داعي والله العظيم ما لا داعي. نزلي سمعي الكلام. ممكن تسمعي الكلام؟ 3000 مليون شقة معروضة هناك حق الايجار. اوكي بديت اهتم. اي دشي تشوفين تخيل تشوفينها 3D تقيسين المكان تقيسين الصالة تقيسين الغرفة كلش موجودة. ما لا داعي تعني روحي. انزل يلا سوي لي اياها. يلا انا اشوف. انا الحين اول ما سكنا منك بشوف. يلا شكرا. يلا باي باي. يلا بساعد ثلاثة دقيقة بس خليني اشوف الشقة. دقيقة بس خليني اشوف الشقة. روح اطق درب. ليش كانت بتبشرني؟ خلصت الامور دقيقتين بس. يلا شباب جاهزين؟ جاهزين. يلا جاهزين. يلا ستاند باي. السؤال الاول يقول كم اسم لاعب اعتزل؟ 20. اوكي حلو. اعتزل من عام 2010 حتى الان اكيد 20. بحسه حيزود يعني حسه ما راح يعطيني اياه. افهم السؤال. كم لاعب اعتزل من اوكي اوكي فهمته فهمته. حلو. كم لاعب اعتزل من 2010 حتى الان لحد هذه اللحظه؟ حلو. 20. 20.
21. انا عارف لو قلت 30 حيقول 31. نقطتين ترى راح يدخلان. اه نقطتين اقدر اعدل. 22 23. تعدل تعدل بدي اعدل. 24 25. خلاص عبد علي خلاص مو ضروري. ليش اعطيها؟ في كثير ترى راح تخسر انت كثير. بايرن ميونخ لحاله كلهم اعتزلوا. 26 27 لا حول ولا قوة خلاص يعني 30 روح انت 30؟ لا انا 30 هو لا ما يصير هو الحين 27 لا تخرب قانون. طب 29 عشان انت تاخذ 30 راح يعطيك اياها. لا كيف شو عرفك؟ انا بعرفه ما هيعطيني اياها. انا متاكد مليون بالمية ما هيعطيني اياها. 30 راح ثلاث نقاط راح ياخذ. ليش دخلت الثلاث؟ جد؟ والله. طب 28 خذ 29. 28 29 رقم القياسي 33. لا اله الا الله. 33 عندنا وقت. 33 يلا روح روح روح. 33 ما زين 34 على الاقل اكسبها زين. هي انا 32. لا انا 32 انت 33. حاليا احنا امام اذا جاوب صح عبد الله راح يكسر الرقم القياسي على راسك من عبد الله على راس ابو سروال الى 33. بس لحظه لازم هدوء. اوكي يا جماعه كي. ارجوكم لا حد يتكلم صوت هدوء عشان لا حد يتكلم عبد علي بدون تدخل لا حد يتكلم ايه؟ ما راح اعمل شيء. اوكي ما راح اعمل شيء. ثلاثه الوقت حمدني. 2 1 جو. سيزار، تولدو، لوسيو، سامويل، خافير زانيتي، كريستيان كيوفو، ماريجا، مونتاري، كامبياسو، فيرون، والتر سامويل، دييغو ميليتو، بانديف، شنايدر، سامويل ايتو، فاندرفارت، ابياتي، كالاش، ديدا، نيستا، كوستاكورتا، كالازي، مالديني، بيرلو، جاتوزو، سيدورف، امبروزيني، دوراسو، انزاغي، جيلاردينو، كواليريلا، ياكوينتا، اوليفر لا ليمن اخ نسيتهم فان بوم البويتن في البلام دافيد مو لا نسيت يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي نسيت اسف نسيت شنو تعديت انت وصلت 36 اصلا عديت وايد حتى لو في واحد غلط ولا اثنين تمشي كلها تمشي عديت واحد انا في واحد قلته غلط متاكد بس وايد كله صح. ثلاث نقاط الى عبد الله اشكناني عشان مره ثانيه ما تبدي ب 20. لا تستفزه. مين هو؟ عبد الله. 7-1 لعبد الله اشكناني. هذا الفريق لا يخسر. يلا كمل كمل. عبد الله كم اسم نادي سبق وان لعب في دوري ابطال اوروبا ولكن لا يلعب هذا الموسم؟ تقدر تذكر في 30 ثانيه. 20 لعب في دوري ابطال اوروبا. ايه سبق للعب لكن هالموسم مو مشارك في دوري ابطال اوروبا. يعني اندية اوروبا نصها. أيه. اذا مش كلها. اوكي لا 19 روح. لا هو قال 20. لا 19 كيف يعني 20 بده نقطتين. اي طبعا بس انت معي تلعب. لحظه نادي نادي لعب من قبل بالابطال بس الحين مو موجود. الحين مو موجود هالموسم. تفضل 19 يروح. لا هو قال 20 يبي يخلص المباراة من الحين ترى. مش كل اسمه المزاد مش شرط نزود نقدر ننقص. عادي انا بدي اياك تروح بس ب 19 علي والله قاعد يروح المعلومات. 20 روح 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 20 روح 20 يروح روح. يلا روح لحظة بس خليني اركز. اوكي الوقت 3-2-1 جو. شتوتغارت، فرانكفورت، هامبورغ، شالكة، روما، يوفي، أتلانتا، نابولي، سامدوريا، فيورنتينا، بارما، كالياري، هيلس فيرونا، بولونيا، بلباو، ديبورتيفو، فالنسيا، بيتيس، منو باقي بعد؟ عندنا البرت. اوكي 20 اياكس. الله 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 22 عندي بعد تبغى اكمل. لا لا بس التذاكر زياده اثنين لان ما دخلت انجلترا. لا تدخل تكفى. كم اسم لاعب حالي في دوريك المحلي تقدر تذكر 30 ثانية يعني يا الأردن يا الكويت. بحس قرصك في ولا بتعرف كمان هذول بلندية بلندية يلعبون حاليا. لا لاعبين حاليا قدسية كويت عرب ايش ايه كيفك هو في الدوري الأردني. طبعا 10 روح. والله روح
روح الرياح مو تخصص الدوري الكويتي. ثلاثة لو قلت 20 باخذ نقطتين. اي شفت شلون راحت عليك. بس ما راح احكي 20. ثلاثة اثنين واحد جو. صالح راتب، احمد عبد الستار، خليل بن عطية، نور بن عطية، محمد بن عطية، منذر ابو عماره، موالي، بوجبا، هنري، ايتو. خلاص انت بتقول كل واحد كيفك. اي واحد اي واحد. مصعب اللحام. اوكي صفقه حق علي. افلح بوجبا وايتو هذول. اي هم الاغلب. شلون دوري المصري فيه ميسي، رونالدو، رونالدينيو، كل شيء فيه. بوجبا اسمه محمد ابو زريق. اي اوكي ايتو لا هو افريقي محترف. هنري محترف. شو اسمه برضه كان عندك معلومات ما شاء الله. ايه كم اسم لاعب عبد الله سنغالي او كاميروني عبر التاريخ تقدر تذكر في 30 ثانيه؟ لا اله الا الله. سنغالي او كاميروني. لا اله الا الله. نبدا المزاد عند علي. لا اله الا الله. ولا واحد. ساديو ماني. قول واحد. هو واحد. تفضل. اثنين، ثلاث، اربع، خمس، عشرة. أربعتاش. أربعتاش. الكاميرون لحالها. إيه. باكيج. يا يا. أندري. شوف صار إنترستينج. شوف قرب. كان مهم أول شيء. عدلي عشان قبل أعطيه. ثلاثة، اثنين، واحد. روح. روح 14 علي. بس اسمع يا يا وهذا ترى سحل عاج. ركز. ثواني. أنا ما كنت بعرف. زين فلا تحسبهم انه في اثنين. الله يخليك. لا تضحكنا. انا ما كنت بعرف. كاس العرب ونهائيات. لا تضحكنا. خلي يحذف والغلط يشيله. يلا انت عندك 14. لو بيقول اكثر انت حر. اين يخلص؟ سنغالي وكاميروني. طب روح غانا. لو حكيت لو حكيت غانا عادي. طبعا لا. ثلاثة اثنين واحد جو. ساديو ماني صاحبه محمد صلاح. منو محمد صلاح؟ ما ينفع. بزبط صاحبه. كوليبالي. إدوارد مندي. كاميروني. بوتينج. بوتينج كاميروني. تفضل ما قلنا شيء. سونغ. كاميروني. عبد الله الشكناني. ما توقعش انه من هون. يجازف. راشد. ما علمت انه ما يجازف. انتهى الوقت وتروح النقطة للبوس. عبد الله الشكناني يدخل في رقمين. 15 اذا من السماء دخلنا. 10 2 مو 15. اوكي بالانجليزي سسهون هيك. اي اوكي. كم اسم لاعب لعب في الدوري الفرنسي والايطالي عبر مسيرته تقدر تذكر في 30 ثانية؟ يعني اي لاعب لعب في الدوريين مع بعض مو هذا او هذا. نبدا المزاد عند عبد الله الشكناني. ايطاليا وفرنسا. 20. ايش 20؟ مش سامع. لاني لك بتقول 21 بعطيك اياها تاخذ نقطتين تقرب. قول جرب. لا الحين عندك وقت لازم تعطيني ضربه. اي مو تعدهم. مو الحين تعدهم بعدين. اوكي لما يصفر الحكم. واحد يروح عبد الله. يروح 20 نقطتين مره اخرى. 3 2 1 جو. فييري، سيموني، دوراسو، بابان، بلاتيني، مايك مينيون، تيو هرنانديز، أوليفييه جيرو، أومتيتي، ديشام، ديسايه، كانديلا، فييرا، دوغاري، جوركايف، زيدان، هنري، جبري سيسي، تريزيغيه، بيابياني، بعد فرانك كيب. فرانك فرانك ريبري. شنو خلص ولا ما خلص؟ خلص بس احنا مستانسين عليك يعني. شكرا. احنا مستمتعين. احنا مستمتعين. تفضل تضحكوا ها. وانت ارتاح. انتهت والله. وانتهت فقرة. تعال على ملعبي. تعال على ملعبي. قبل الجرس قبل الجرس ندخل فقرة فاموس. عطنا نشوف فاموس شنو معطي لي عبد الله. برضو فاموس ملعبي وعلي. نشوف فاموس شنو جايبين. اللي يفتح اول الفقرة الوحيد بفوز بيها. نشوف تيشيرت عبد الله الشكناني. كلمنا عن هذا التيشيرت. هذا شنو؟ زيزو. زيزو. زيزو شو 2003؟ الموسم لا الموسم اللي اعتزل فيه زيدان. 2005 2006. نعم. دموعه ضد فياريال. صحيح. اي تحب المعلومات. دموعه دموعه عارفها. لاعب عظيم. كرة ذهبية. بالنسبة حق عبد الله الشكناني رأيي الشخصي أفضل وسط في
في تاريخ كرة القدم. والله يستاهل، الله أكبر يستاهل. بس شوف شنو معطين حق علي. إيه ميلان. والله يا جماعة أنا حاولت أشتغل معاه بخصوص موضوع ريال مدريد وشخصية البطل، والله فرمها فرم. والدين. فبلكي ها شفق علي شوي. ها بلكي شفق علي شوي. طبعا أقولكم قصته، هذا تيشيرت اللي حفوز فيه على أشكنان. هذا هو قصته، ملكي ما لحق ولا بعرفه أصلا. شوف شنو هذا؟ لا بصير تفوز عليك أقسم بالله. طلع سولو بيرتي. شنو يعني؟ فرض أن هذا بداعيته يعني. بداعيته يعني في دموعه. يا الله يا الله يا الله حرام. يعطيكم العافية بابوس على بكمل تيشيرت ميلان. تفضل يلا. أيوة أيوة القلب القلب حن حن. ذوق ذوق. شغل موسيقى حزينة يا كنترول. الحين ندخل فقرة الجرس. قانون جديد واضح، تقدر ترجع للفار في كل سؤال. السؤال الأول، ما هو الاسم الأول للاعب؟ تيابو فيلي. خيلتي غلط. يلا يلا سهل، قول يلا خمس ثواني. جود. جود جود العز. جود الحلوة. والله العظيم ياخذ لقب أحسن واحد يتعامل مع الجرس. سيدوك بفوض لك موني والله. حاضر شفايفي متى بتكلم. السؤال اللي بعده، من هو اللاعب المكسيكي الوحيد الذي فاز في الدوري الإنجليزي؟ عبد الله. تشيتشيريتو. تشيتشيريتو صح. السؤال اللي بعده، اذكر آخر ضربة جزاء سجلت في نهائي دوري. صرت يا رجل. آخر ضربة جزاء يعني بلنتيات ولا ضربة جزاء في الملعب؟ في الملعب. شو السؤال كتكملته تعرفه؟ صلاح. أيوة. آخر ضربة جزاء سجلت في ليفربول وتوتنهام 2016، محمد صلاح هو آخر لاعب سجله في النهائي. النهائي دوري أبطال أوروبا. أبو السلكان. أنت سلكت أنت. أبو السلكان. ممتاز. طبعًا لازم المعد شنو يشجع؟ تشيلسي. فطبيعي يعني. باستثناء تشيلسي، المرة كره نادية باعها ماله. باستثناء تشيلسي، اذكر نادي انجليزي اخر يوجد في شعاره. يعني تفضل. ازرق. يوجد في شعاره شنو؟ ازرق. إيه؟ اسد. شعار ابيض. تفضل. والله مو ببالي علي. شوف اذا ازرق. إيه؟ وايد ازرق. وايد ازرق. حلو. واذا اسد. ابيض وايد ابيض. هو واحد اسد. يلا. بس هو جواته ازرق واسد. استون فيلا. العب. العب صح. اسد وازرق. عشان ما ليش. برافو اثنين. ها والله والله العظيم مستار اثنين. برافو عليك. اقسم بالله مستار اثنين. يوجد في شعاره اسد. قل له قل له زود نقطة. قل له لا لا قل له زود نقطة. 13 5 اذا انت تبي نقطة استاذ من عبد الله. اللي حكيته الشرح اللي حكيته والله والله العظيم انك تستاهل نقطة؟ لا بعد الجرس. قاسي عليك المرة. من اخر لاعب هولندي سجل في اها يا رب يغلط دوري اسباني؟ لا لا دوري دور الابطال. خلينا نشوف في احد بعد روبن. بقول روبن. روبن صح. في نهائي دوري ابطال اوروبا صحيح روبن 2013 على دورتموند. هو قال نقطة بعد بعد السؤال هذا. لا بعد كل الأسئلة. السؤال اللي بعده، من هو أكثر لاعب فرنسي لعبا للمباراة؟ أنا ما أدري منهم بس يلا. انا اشوف لان اوكي اوكي طقت الحين قويه فراحت اذني عليه. اكثر لاعب فرنسي لعبا للمباريات. ثلاثة اثنين واحد. ميشيل بلاتيني. خطا. لعبا للمباريات في تاريخ دوري ابطال اوروبا. طب بنزيما. بنزيما صح وياخذ النقطه. 15 5 صارت. السؤال اللي بعده، قبل انتقال. يا انا كنت احكي دوري ابطال يا اخوان لا تبطرونها. معلش علي. سمعت من هنا اقاويل. شعار شعار. انت مسحت فيه الارض كمان هذا. اوكي حياتنا لك. قبل انتقاله الى ريال مدريد، من اي نادي او في اي نادي كان يلعب اللاعب السابق؟ بشوف اذا هو يجاوب صح يستاهله. ويسلي شنايدر. بشوف اذا هو بده. ويسلي شنايدر. ويسلي شنايدر وين كان يلعب قبل ريال مدريد؟ خمسة. ريال مدريد
أربعة ثلاثة اثنين واحد خطأ أياكس. أياكس صح وياخذ النقطة عبد الله اشكرا. ما هو مش حيجيب أياكس. من هو المدرب الحالي لنادي خلي بعد قلنا اي لان تو قلنا فهو نفسه لا تنسى اقول سلت فيه هاي حتى هو بجوز بيعرفها لا سهله والله سهله جد والله سيلتا فيجو ايه خمسه يعني مدرب معروف خمسه جدا استنى سيلتا فيجو ايه ايه اللي قالهم فيجا يستاهل الاهلي وراح لا 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 ثواني 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 استنى طيب خمس ثواني عبد الله كيكو كيكو خطا رافا بنيتس رافا بنيتس صح يا اخي النقطه تو لاعبين ريال مدريد رافا بنيتس اللي قال فيجا يستاهل الاهلي ايوه بالضبط السؤال اللي بعده اذكر نادي حالي في الدوري الألماني يبدأ اسمه بحرف ال خليه ثقافة هاي ثقافة عامة حرف ال إي أخ ما أمضاني إي الإنجليزي إي إنترخت لا لا إي إي قولها إي إنترخت إنترخت شنو إنترخت إي بقولها عنا تكفى انت فرانكفورت 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 عط النقطة يعني ايش فيك؟ هذا الشعار هذا الشعار مسحت فيه الارض جاي ايش بدك؟ السؤال الاخير في هذه المقرة اذكر لاعب كوري حالي يلعب في نادي كم من جاي ما راح يقول سون ما راح يقول سون ما راح يقول سون وايد سهل كم من جاي انتهت فقرة الجرس هذا حتى الجرس شالني لو بعرف هل مش ريال مدريد ولا سي ميلان انا اقول لك شيء عبد الله شكلاني كل الناس اللي شافوه قبل كان يحب كرة قدم لهواية حاليا هو شغله تخيل يعني وظيفته محلل كرة قدم يعني يتابع كشغل وهواية هذا البرايم النسخة المطورة الحين ندش الفقرة الأخيرة فقرة التعويض اللاعب الأول هو لاعب حالي بدأ مسيرته في كريستال بالاس مانشستر يونايتد كريستال بالاس بيساكا خطأ مانشستر يونايتد كاردف مانشستر يونايتد كريستال بالاس غلطة صراحة زاهر زاهر صح اللاعب اللي بعده هو لاعب حالي بدأ مسيرته في دينامو زغرب مودريتش لايبزيغ مانشستر سيتي منو لايبزيغ مانشستر سيتي خطأ انتوا ماخذين احد من لايبزيغ؟ والله ما اعرفه من لايبزيغ للسيتي دينامو زغرب ارض كرواتي يلا خلاص خلاص غوارديول غوارديول صح افضل سنتر كاس العالم يا افضل سنتر وميسي مسحين الارض اللاعب اللي بعده هو لاعب حالي بدا مسيرته في ليل الفرنسي شتوتغارت ميونخ انتر ميلان اثيوب سلام لا لا اصبر معروف يام بيسك لا خطا او تعال من ميونخ ليه انتر ميلان انتر ميلان بابارت بابارت صح اللاعب الاخير في هذه الحلقه هو لاعب حالي بدا مسيرته في ريال سوسيداد اتلتيكو مدريد كريزمان قبله فايز مليون صفر بدي اخذ هاي النقطه يا زلمه بدي اخذها بجاوب بس والله برافو سريع كان كان برافو وبكذي عرفنا الطرف الاول من نهائي كاس المتاهل الاول لنهائي كاس العرب صفقه يا جماعه لا يستحق لا يستحق لا يستحق ونقول ايضا هارد لك حبيب وصفقة حب لممثل الاردن علي موسى هارد لك علي حبيبي شكرا على حضورك الكويت نورتنا الله يسعدك عندك المايك ولبست له اسم ميلان اساس يخفف علي خفف خفف على الفاضي فمش عارف شو اقول يعني الله يعين اللي بعدي وتحياتنا لكم وعلى الاقل اني جيت ونافسته رغم اني بعرف انه موجود ما خفتش عبد الله شكلاني مبروك وصول النهائي حبيبي حبيبي النهائي الاكبر الحدث الضخم الكبير جدا اللي راح يكون
تقريبا بعد اسبوعين من الان والحجز مفتوح، الرابط تحت بالديسكربشن. مبروك حبيبي يا ابو عمر، الله يبارك فيك، وشكرا لكل العاملين على هالبرنامج. لكن في شكر خاص حق علي، هي عباره عن امور ترفيهيه، لكن انت بطل وشجاع واخ وعزيز وغالي، والناس ما تدري ان انت فعلا قاعد تتعب على نفسك. لان علي قبل سنه بالمعلومات الرياضيه ترى مختلف، اشكالي محضر زين ايا كان، لكن علي فعلا قاعد يتعب على نفسه، وهذا بحد ذاته شيء بصراحه يشرفنا، وانا فخور فيك والله العظيم. تاهل تاهل. وبكذي عرفنا الطرف الاول من نهائي كاس العرب، وهو الكويت. على ان ننتظر من اللي راح يواجه الكويت، سلطنه عمان ام السعوديه؟ شوفكم في الحلقه القادمه، في امان الله. بقعد على اليسار، منطقة الشيطان اللي بتقعد فيها انت. وين يسكن الشيطان؟ قالها شوال يعني هيك انت بتضرب سيدور وفوه هذولا.